شو طمنيني؟ مامي؟ عين وعين. طب قولي لي انت هلا مع مين حكيتي؟ مين بلغتي؟ ما بلغت حدا. ما بيصير، لازم نبلغ الشرطة. ليكي انا بعرف واحد عقيد بالجنائية مرته صحتي. هنادي ما بدي لا خبر الشرطة ولا خبر ولا بني آدم بالدنيا. ليش؟ أنا ما بفهم عليك شيء. هدول مو ألف وألفين، هدول ملايين، واللي سرقهم عرفان إنه أنتو جايكم مصاري وتاني يوم سرقهم. لازم نخبر الشرطة، أكيد دغري رح نسوي. هنادي بوس إيدك، أنا ما بدي ولا بني آدم يعرف بالدنيا. أنت مثل أختي وأنا ما فيني ما خبرك، بس ما لازم يعرف حدا بالدنيا شو صار. يعني أنا ما عم بفهم عليكي ما عم بعرف ليش عم تحكي. لما في شي تاني؟ وما قدرت أعمل شي، ما قدرت. ليش ما حكيتي؟ ليش ساكتي لهلأ؟ طب شفتي اللي صار فيني؟ راح موت، بس شو ساوي؟ ويلي أمي، ويلي حالي، ويلي اللي صار. لما هيك موضوع ما بينسكت عليه؟ هذا واحد ابن حرام، ما بيصير يضل فلتان بالشوارع. لازم نخبر الشرطة. لا 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 يا نادي، ما بدنا نخبر حدا. قلت لك إنه مصورني، هلا إذا نشر صوري للناس كلها شو عمل بحالي؟ بيفضحني يا نادي، بيفضحني. شبك لما بعرفك أوعى من هيك. هذا اللي صورك رح يضل يهددك بهالصور طول عمرك، ممكن يقتصبك مرة تانية فيه. ما فيني يا هنادي، ما فيني خبر حدا. قلت لك مصورني، الناس ما بترحمي يا هنادي. لك حبيبتي والله فهماني عليكي وحاسة فيكي، بس ما بيصير، ما بيصير نسكت على هيك واحد كلب. ما بيصير يصير فينا هيك ونسكت، لازم نبلغ الشرطة. اسمعيني، فهمي مني، لا تضغطي علي أرجوك يا هنادي. أنا ما بدي خبر الشرطة ولا بدي خبر ولا بني آدم. هذا بيخليني علكي بلسان العالم، بينشر صوري عند الدنيا كلها. شو ساوي بحالي بوقتها؟ ما بدي أماني، ما بدي. ما بدي وصيك ما تخبري ولا بني آدم بالدنيا هنادي. أوعى لما أنا متفاجأة فيكي. معقول يكون هيك تفكيرك؟ واحد عمل معك هيك ممكن يعمل هيك بميت واحدة غيرك بتتركيه؟ أنا مو هيك، أنا ما بفكر هيك يا هنادي، أنا ما بفكر هيك. بس ما فيني أخبر حدا. روح خبر الشرطة وخبر العالم وخبر الدنيا ويروح ما ينمسك. شو بكون عملت؟ بكون فضحت حالي، بس ما رح استفيد شيء. طيب هدي هلأ، أنت هدي. لما أنت متأكدة أنك مش شايفتي قبل ولا بتعرفي؟ طيب أنا رح أتركك هلأ لحتى ترتاحي، مع أني مالي موافقة على كل شيء عم تحكي. الله يخلي لي إياكي، أنا علي دفعات للعالم. بس لا تكملي. مسكي هدول، بكرة رح أجيب لك قدم، وقد ما بدك بجيب لك. بس كرمالي اهتمي أنت بصحتك، ولا تفكري بشي. إيه؟ عديني.